منظمة اليونسكو أضافت 25 موقعاً أوروبياً وإفريقياً وشرق أوسطياً جديداً على لائحة التراث العالمي للبشرية. اليونسكو أضافت مواقع ثقافية عديدة، أهمها المشهد الثقافي لجبال سيرا دي لا ترامونتانا الثقافي في إسبانيا، الموجود على سلسلة جبال شاهقة بموازاة الشاطئ الشمالي الغربي لجزيرة مايوركا. المساكن المعلقة على ركائزها والتي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ وتقع في جبال الألب بكل من سويسرا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا كانت أيضا ضمن المواقع الجديدة المضافة. من بين المواقع الطبيعية التي حظيت بموافقة لجنة التراث العالمي نجد غابات الزان القديمة في ألمانيا، وهي امتداد لغابات الزان القديمة في جبال الكاربات وسلوفاكيا وأوكرانيا. من إيران تم اختيار الحدائق الفارسية، ويشمل الموقع 9 حدائق في 9 مقاطعات مختلفة تجسد تنوع أشكال الحدائق الفارسية التي تم تطويرها وتكييفها مع الظروف المناخية المتغيرة. جزر أوغاساوارا في اليابان موقع طبيعي متميز يحتضن عددا من الحيوانات المهددة بالانقراض، أضيف كذلك إلى لائحة التراث العالمي.